إيه معنى هذا العنوان اللي هو عنوان خدمتنا النهاردة؟ عنوان خدمتنا بيقول غرس لذاته. الإشارة هنا ل يعني اتجاهين، اتجاه يتكلم الله عن نفسه هو الغرس والوضع المعصرة والعمل السور وكل حاجة، والاتجاه الثاني للكرم نفسه. فغرس لذته دي يعني لذة مين من الاثنين دول؟ ما فيش غير اثنين، لذة الله ولا لذة الكرم؟ ايه رأيكم؟ الصوت واطي شوية. ايه الله يتلذذ بينا؟ صحيح؟ أحبائي، الإنسان كائن عجيب جدا، كائن عجيب جدا. الكون، الأفلاك، المزروعات، الحيوانات، الديناصورات، كلها أمام الله متساوية، كائنات خلقت بكلمة بس. النور خلق بكلمة، ليكن نور، كان نور، لتخرج الأرض، أخرجت الأرض نباتات وأخرجت حيوانات. لكن الإنسان مش كده، الإنسان مغروس من ربنا. أيوه هو غرس الجنة صحيح، لكن برضو غرسها بكلمة. لكن الإنسان غرس لذة الله. إيه اللي في الإنسان؟ إيه اللي في الإنسان بيلذك؟ إن أنا إديت الإنسان إمكانية أن قلبه يحب خالقه، قلبه يحب الله، فبذلك النغمة اللي صادرة من قلبي نغمة التلذذ بالإنسان، يجيب عليها الإنسان بتلذذه بالله، فتبقى هذه نغمة الخلود، نغمة الأبدية. هذه الموسيقى السماوية التي تذهب بالإنسان إلى الحضرة الإلهية، التي أظهرتها في العهد القديم في أشخاص كثيرين أحبوني وأطاعوني وسمعوا لكلامي. هل كل واحد يسأل نفسه؟ يا جماعة، ما احنا مش بنتكلم عن تاريخ، بس التاريخ يورينا ايه العشول اللي ربنا تلذذ بيهم. هل انا اسأل نفسي؟ مش هسألك انت، امال انت تعمل ايه؟ تسأل نفسك، هل انا موضوع لذة الله؟ هل انا غرس لذة الله؟ هل بص كده يا واد يا فلان، ايه الحلاوة دي؟ ايه يا عروس الحلاوة دي؟ ايه الطاعة دي؟ لك المجد يا رب. الانسان حينما زرعه الله، يقول ايه في إشعياء 5 اللي احنا قريناه، لينشدن عن حبيبي. مش هنقدر ناخد كل اللي قريناه، بس هو فكرة كده على الموضوع. لينشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه. اهدي حتى الآية دي من أولها كده مليانة معاني. يعني ايه لينشدن عن حبيبي؟ ممكن تعني ان انا نيابة عنه بعد ما اعلن لي، طبعا كلام الإشعياء، نيابة عنه أنا حنشد هو عايز يقول إيه، لأن هو بيحب كرمه قوي، محبي لكرمه، هو بيحب كرمه قوي
فقال لي انشد يا إشعياء واكتب بروح القدس الكلام ده. يعني ايه؟ يعني في نشيد جوه الرب بيحب الكرم اللي عمله، بيحب غرس لذته. فبيقول إشعياء انشد يا واد، انشد انشد يا إشعياء، انشد انشد انشد. ايه ده؟ وده لاحظوا ده إشعياء 5 اللي بعديه دخل إشعياء المقادس. يعني مجرد قال النشيد ده قال له تعالى بقى قابلني، تعالى قابلني فوق. إشعياء 6 لما دخل إشعياء لمقادس الله، لينشدن عن حبيبي نشيدا محبيا لكرمه. وبعدين يقول إشعياء ده حبيبي كان لحبيبي. ايه هو تاخد العرب بنيات كده قويه؟ ده اخذ في ناس تاني بتقول له ما اقدرش اقول له بابا، ما اقدرش بابا ازاي؟ ده المتجبر المتكبر المتسلط. بابا ايه انت بتخرف تقول له بابا؟ لا ده مش بابا، اقول له حبيبي. المجنون ده، ما احنا بقي صرنا مختلين فلله. احنا نقول له بابا، نقول له حبيبي. ما قالها له إشعياء في العهد القديم، نقول له احنا العروسه بنقولها له، نقولها له كان لحبيبي كرم. ايه حكايه كان دي؟ دي كان دي في الماضي ولا في الحاضر يا إشعياء؟ كان في الماضي. قال طب وانت بتجيب ما لسه الكرم عندك يا اخي، مش ده بيتكلم في العهد القديم ولا القديم؟ طيب ما بتقول كان ليه؟ ما هي نبوة. نبوة يعني الكرم ده شيء غير. ايوه طبعا، اقرا العهد الجديد. شال الكرمين وجاب الكنيسة، شال رؤساء الكهنة وجاب الكنيسة. إذا انت بتتكلم نقول على كده. ايوه كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. يعني ايه أكمة خصبة؟ اللي هي دولة اسرائيل اللي ربنا أنشأها منذ القديم. من أنشأ دولة إسرائيل؟ الله اللي أنشأها. أيوة اليهود فعلا كانوا دلوقتي اتشالوا، لكن مين اللي دخل مكانهم؟ مش كل العالم، مش كل العالم دخل مكانهم، عروسة المسيح بس، الكنيسة. الكنيسة أعرف خاصتي، سماهم كده، أعرف خاصتي وخاصتي. تعرف مين الكنيسة؟ مالهاش شعب الكنيسة، لا هي مصريين بس ولا هي يهود بس، اليهود كتير من الكنيسة، ولا هي أردنيين بس ولا هي أمريكان بس ولا هي أفريقيين بس، من كل الأمم والقبائل والشعوب. شعب مختار، شعب اختيار، أمة مقدسة، كهنوت ملوك. مين دول؟ اللي قدروا يحبوا ربنا ويتبادلوا معاه الحب، اللي قبلوا محبة ربنا غرس اللذة وتلذذوا بالرب. تلذذ بالرب، تلذذ بالرب فيعطيك سؤال قلبك. واحد بيتلذذ بالدنيا هتتحرق مع الدنيا، واحد بيتلذذ بالشر الشر نفسه يميت الشرير، يعني هتموت وتتحرق، مش بس تتحرق، الدنيا مش هتموت، الدنيا هتتحرق. أنا مش بني آدم، لكن الشر ده عنده قدرة عجيبة قوي، يموت الشر ويميت الشرير ويحرقه. ايه ده؟ مين يوصل فوق؟ ما فيش حد الا اللي قبل ان يكون غرس لذة الله. وربنا دعاه وقال له سيدي انا استاهل، انا استاهل انك تدعيني، انا استاهل انك تجيلي، انا استاهل انك تخلصني، انا استاهل تقول لي بحبك، أنا أستاهل تضمني، أنا أستاهل تحضني، أنا أستاهل شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. ده أنا اللي بموت فيك، أنت اللي سبيت قلبي. يقول كده قادنا في موكب نصرته في المسيح، يعني انتصر علينا وكسرنا وكسر زواتنا وخرب كل البلاوي اللي فينا ونظفنا وأتينا إليه كنيسة مجيدة بلا غضن ولا دنس ولا شيء مثل ذلك. غرس لذته، عايز يتلذذ بيك وبيا. تلذذ بيا قال، صدقوني تلذذ بيا. حاجة عجيبة. لما كلمني وهو بيخلص تقول له أنا ما استاهلش أتحب،
عملها وحبني وغرس فيها حب في لحظتها. نشكر الله. وبعدين تهت شوية كده وقال لي هقدمك. قال لي المفروض انت تموت مش انت اللي هتموت. وفاجئني قال لي انا عايزك. عايزني انا بتكلمني وانا تايه عنك تقول لي عايزني. وعملها. ده ايه ده؟ ما بيفشلش فينا. انا بكلم ممكن انت تكون فشلت، بعت، تعبت، تهت. يذهب وراء الضال، بس الضال يعني ابنه اصلا. ما لو كانت انسان ما اختبرش اختبار حقيقي وصوري، يعني لازم تختبر اختبار حقيقي عشان تتمتع بالحماية دي اللي فيها. يذهب وراء الضال حتى يجده. اللي قال عنها داود مدود رخرتها اكتر مني، سوري انا اكتر منه، لكن يعني احنا اتنين تهنا. قال يرد نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. يا سلام يا ربي، ده الحماية دي يا اخي التغرس لذتي. ليه؟ اصل قلبك حبني وانا بحب اللي قلبي يرنم معي. اللي اقول له حبيبي يقول لي انت اللي حبيبي. اللي اقول له بحبك ده انا بحبك. وتانه ايه؟ يرتل الترتيل اللي انا برتلها معايا، مش البعيد عني اللي مديني قفاه كده وماشي. ايه يا ابني ما تصعد فوق؟ راح فين؟ ايه اللي في العالم ده يغريك؟ ولا ايه اللي في العلم يغويك؟ ولا ايه الدنيا دي كلها؟ ولا شيء إن لم تعرف الله وتتعرف عليه وتدخل فيه تخسر كل شيء، تخسر حياتك، تخسر كل شيء، لأنك أنت إنسان غرس لذة الله. والرب لما جلب آدم ترابا ده لا، أول حاجة خالص يعني الخليقة اتخلقت، بس دلوقتي يجي بقى هيسكن الخليقة دي اللي هو عمل له الخليقة. يعني البيت جهز دلوقتي، جاي الساكن بتاع البيت اللي هو مين؟ آدم وحواء. آدم الأول وبعدين بعد كده جت حواء. هو بيعمل بقى آدم. يا سلام يعني نص يوم بحاله بيعمل في آدم. انت محتاج نص يوم؟ ليه؟ أصلا أنا متلزز وأنا بعمل، متلزز، فأنا مش عايز الوقت يمشي لأن أنا متلزز. ما ده الغرس اللذة بتاعي. شوف بقى أعمل المخ إزاي. بس إذا المخ ده يفهمني، يعني مخ الإنسان يفهم فكر الله. أيوة، ده أنا فكر المسيح معقولة؟ أيوة طبعا. وكمان الفكر ده خليته يفهم أفكار الشيطان. الشيطان ده مش مخلوق من تراب، ده تمشى بين حجارة النار، يعني حاجة من حجارة نارية كده. لكن يقول لك نحن لا نجهل أفكار إبليس. إيه؟ المخ غريب كده بقى نجهل أفكار إبليس؟ إمكانيات المخ كده نفهم لنا فكر المسيح، إمكانيات الخلق كده في الإنسان. طبعا ده مش موجود في الحيوانات ولا في أي حاجة تاني في الدنيا غير في الإنسان، بس لأن المخلوق على صورة الله اداله إرادة بحيث يعرف لما يجي الوقت ويغلط الإنسان. ربنا عارف كده، فخلف قلبه إرادة وخلف في قلبه ضمير. إيه الضمير ده؟ يعرف يميز الخير هنا والشر هنا. طب هتعند بجسدك وتمشي ورا الشر؟ هتلاقي الضمير يبكتك. هتسكت ضميرك وتركنه في التلاجة وتدوس عليه؟ تبقى انت غبي جدا يا انسان، غبي 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 يا غبي. في هذه الليله تطلب نفسك منك. طب اللي انت جمعته فلوس دي راحت فين؟ مين ورثها؟ ويورثها لامتى؟ ما هيموت ورا اخر ويسيبها لغيره لغايه لما ان شاء الله بعد كذا جيل كده تروح لهيئه من الهيئات الخيريه المسيحيه تصرفها على المساكين. لأن يعني الأموال بتاعت الخاطئ ربنا بيزخرها الخطى، ده حقيقة يعني. عشان كده لما بيتكلم هنا عن الخلقة بتاعت آدم بيتكلم عنها بأسلوب عجيب قوي. يقول كده
لينشدن عن حبيبي نشيدا محبي لكرمه. كان لحبيبي كرم على أكم خصبة. أكم خصبة إشارة للأمة الإسرائيلية والأرض الإسرائيلية اللي هو قال لهم أرض تفيض لبنا وعسلا وأباكم السماوي يعتني بها بالأمطار وبتيجي ثمرها من فوق مش نهر نيل زي مصر، لا كله عناية إلهية. وأكم خصبة جدا وأكلت شعبها. لو حد يحلم بوقت سليمان لأنه واخد لقب ابن داود سليمان، كان الخير فيه إيه؟ الخير أيام سليمان كان الحجارة بتاعت أورشليم الفضة أكثر منها. أكم خصبة نقبه، نقبه يعني يعني حرته، وده الكرب حرته. بعدين ونقى حجارته، طلع الحجارة اللي هي بتمنع الإثمار من الأرض طلعها بره تبقى محروتة ومنقي منها الحجارة. وغرسه كرم سورق، كرم سورق يعني يعني كرم حسب شهوة الرب، حسب شهوة الرب بيشتهي وبيتلذذ بخلقة الإنسان، مخه وأعضاءه وقلب وإرادة ومشاعر وحب، ده غير بقى الإمكانيات الجسدية الأخرى، الإيدين والرجلين وكل شيء كل شيء. الإنسان دلوقتي يسود على كل الخليقة ومن أولها كده، آدم كان بيسود على كل الخليقة هناك، بعد السقوط ابتدت بعد الخلاق تتزمر، لكن إلى حد ما بالاختراعات البشرية سادوا على الخليقة، يعرف يتعاملوا مع الأسود مع الدبابة مع كله. وبعدين وبنى برجا في وسطه، إيه البرج ده اللي في الوسط؟ إيه البرج اللي في الوسط؟ أعطى الإنسان أن يفهم ويدرس كلمة الله. ده برج المراقبة. غلط، بص لي، تعالى ادخل مدرسة معايا شوي، تعالى البرج شوي. برج حماية من هجمات العدو، برج حماية من التشكيك. بنى برج، تعالى مبني بناء الله، ده عمود الحق وقاعدته اللي الكنيسة لازم تبقى ملازمة، ملازمة كلمة الله، دارسة لكلمة الله، مش دارسة لفلسفات العالم وعلوم العالم وكله في الآخر كله ميت، كله ميت. دين واحد فقط، إله واحد فقط، جاء وأسلم نفسه للموت لأجل فداء البشر ومات فعلا، لكن لأنه بار وقدوس لم يمسك من الموت بل أقيم، وقام يسوع ناقضا أوجاع الموت وصعد إلى السماء وأخذته سحابة عن أعين التلاميذ. كم واحد؟ ما فيش غير واحد بس، هو ده حبيبي، هو ده اللي غرسك وغرسني للذته، هو ده اللي عايز يتلذذ بيك وبيا. ما تحرموش من اللذة يا أخي، قول وأنا أستاهل، وأنا أستاهل ألذذ ربنا، هو اللي سماك كده غرسة لذاته. وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصارة. إيه المعصارة دي؟ المعصارة دي بينزلوا يدوسوا العنب فيها، ما هو كرم إنتاجوا عنب، يجيبوا العنب ده ينزلوه في المعصارة ويدوسوا المعصارة وتطلع عنب. العنب ده مين يأكله؟ الكرمين واللي شغالين في الكرم، ولما يأكلوه بقى يشكر الرب، أسكرتنا بحبك لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئ بالروح، أي ملء الروح القدس، مليتنا بنعمتك يا رب، شبعتنا بشخصك، أحبك يا رب. ربنا يقول لك يا سلام، أنت واحد من اللي لذذوا قلبي بأنه رد صدى حبي، نحن نحبه لأنه هو
أحبنا أولا، وهو اللي عمل كل ده. بحبك يا حبيبي، تسمعها منه صدقني، بحبك يا حبيبي. وانت تقول له أنا استاهل، أنا اللي بحبك حبيبي وإلهي قدوس إسرائيل. المعصرة بتدينا إشارة مهمة، معصرة، إن الألم يجيب الحب، الألم يرينا عناية الله في العصر، الألم يرينا وهو بيعصرنا العصارة بتلززنا إحنا، لأن اتكلنا عليه كبير، اتكلنا عليه كامل مش كبير، يعني يكبر ويبقى كامل كمان، يبقى كامل. محبة ربنا لينا تتلذذ قوي. يا سلام يا حبيبي، يا سلام يا حبيبي على كلمة شكرا لما تطلع في عمق الألم دي، السماء تعمل فيها فرحة هناك، فرحة يوجد فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة، ويوجد فرح أيضا في السماء بمؤمن مجرب في التجربة يشكر. يا في مثل، طبعا في مثل، أيوب في الضربة الأولى اللي ماتوا فيها كل اللي عنده في آخر ختمة بأولاده، راح للشيطان لرب، مالك جيت ليه؟ قال له شوف، لم ينسب لي جهالة خالص، ولا قال أي كلمة غلط، ما إنك أنت هيكت ضده وبلعته، أنا أكلت كل اللي عنده عشان أوريك مين هو أيوب. طلع مظبوط اللي أنا قلت لك عليه صح، لا لا نفس بنفس وجلد بجلد، خلينا ألمس صحته، روح ألمس صحته، شوف ربنا واثق في أيوب إزاي، إيه ده، شوف عمل إيه في المرة الأولانية، ولا الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا، روح ده بحبه ليس مثله في كل الأرض. ضربوا الضربة دي نفس الحكاية، تمجد الرب إزاي، يقول لمراته آه الخير نقبل عند الله والشر لا نقبل، إيه ده اشتم، راحش ربنا ثاني قال لك لا أنا إيه مش هينفع أروح لربنا، لا أنا حلف من ورا في البشر أصحاب أيوب دول اللي وقعوا. أحبائي كلمة هللويا في الضيق، كلمة الشكر في الضيق، عند مسامع الرب تلذذه جدا. شو بيقول ايه؟ مع كل اللي عملته فيه سأكافئه، سأباركه، سأعظم عمل اسمي فيه. نقرأ في أيضا معصار، هنختم الحته اللي جايه دي وخلاص كده، وبعدين بقى بعد الظهر ربنا يكرمنا نكمل ارتباط هذا ب متى 21. ابكي ولا مفيش داعي ابكي؟ طيب انا هقراها لكم هتبكي. فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. يا ايه ده؟ مش انت ده اللي شايفينه فيكم وفي غيركم يا جماعه ولا ايه؟ لذاتي، غرس لذاتي، عملت له كل حاجه حلوه، مخ وقلب واراده وحتى هيكل بدني حلو، الجسد ده يقدر يشيل كتير ويحتمل كتير، وياما احتمل جسد بولس وسيله، ضربات وغرق وموت احتملوا كل شيء. وهنا المؤمن تصيبه كده ريشة يصرخ، الريشة وجعتني، ايه هو ده فين الثمر؟ ايه الثمر ده؟ ثمر الروح. فين ثمر الروح؟ فين المحبة؟ فين الصبر؟ فين الثقة؟ فين الإيمان؟ فين التعفف؟ كلها مش بس ثمر الروح، لكن السلوك فينه؟
السلوك المنتظر من إنسان ابن ربنا هو فين؟ صنع إيه؟ عنب ردي. إيه العنب الردي ده؟ حد منكم مرة جرب يأكل عنباية ردية؟ يعني إيه عنب ردية؟ يعني عنبة معفنة، يعني العنبة العصارة اللي فيها وسخة معفنة ردية. خلينا في ردية، بلاش الألفاظ التانية، تمسك بلفظ الكتاب. العصارة اللي جواها ردية والقشرة اللي براها بردية، تاكلها دي تبقى أنت يعني عايز تروح تتعالج من البلاوي اللي هتيجي لمعدتك بعد كده. ربنا ما يقدرش ياكلها، ما يقدرش ياكلها، بس هو بينتظر عنب. عنب عنب جاي، عنب ده كرم سورق، احلى كرم واحلى غرس واحلى انتاج الهي. فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. وده السؤال الاخير اللي ارجو انكم تقدموه معايا لربنا بفحص كل واحد لنفسه. يا رب انا شخصيا فلان الفلاني، حط اسمك وانا احط لطيف فهيم، كام عنبايه بديها لك في اليوم؟ وكام عنبايه رديه بديها لك برضه؟ طيب هل اللي انا النهارده قدمته ليك ده احسن من امبارح ولا اوحش؟ يعني هل انا بتقدم في النعمه والقامه عندك يا رب وعند الناس، ولا انا جايب وراه؟ ولا انا عندي مشاكل؟ هو مشاكل خناقات بيني وبين فلان. فلان ده ايه؟ ده القسيس. فلان ده واحد في الكنيسة. فلان ده اللي يعزف، ده اللي بيرنم، ده اللي بيجمع العطا. ده ربنا عايز يتلذذ بيك يا اخ، ربنا عايز يتلذذ بيك يا اختي. لذذني بيك يا رب، اديني انا اكون موضع لذتك، لان وظيفتي انا مخلوق علشان اكون غرس لذتك، اطلع لك لذه تتلذذ بي كما اني انا اتلذذ بك. ولله كل المجد الابد، امين.